ابو الليف. حلوة قوي دي، وحشنا يا عرب. هتقف متخشب كده كتير؟ مش هتيجي تحضن وتبوظ وتقول لي وحشنا ابو الاتكاش؟ يرضيك كده يا عم بشير؟ انا هروح احضر لكم العشاء. لا لا استنى يا عم بشير، ما تعبش نفسك، انا قريبي مستعجل، 5 دقايق وهتكل على الله. لا انا ممكن اقعد واكل كمان، وفرصه ناكل عيش وملح مع الراجل المحترم ده. وانت سيد من يصون العيش والملح برضه. عموما انا صاحي، لو عوزتوا اي حاجه اندهولي. تشكر يا ذوق يا محترم، جميل قوي الراجل ده. عرب قول، هات اللي في بطنك يا دوكش، شكلك لابد في الدره من زمان. ربنا يكفيك شر لبديت يا سيد، حكيم انا لبدتي والقبر. بص يا عرب، انا جيت على نفسي وقطعت المشوار ده كله وجاي لك عشان نتفاهم. هات اللي في جوفك واخلص يا دوكش. طب ما تخلص انت وتخلصنا يا سيد، ولا احنا هنفضل نلعب بعض كده قط وفار كتير؟ على رايك، ما تروح تلعب بعيد وتريح نفسك. بقول لك ايه، انسى زبيده يا دوكش، انساها. وماله؟ بلاها زبيده، رغم انها حيالله مرات ابوك مش امك. بقول لك ايه، هتجيب سيره امي هجيب سيره. لا لا لا، ولا يعرف، لا تجيب سيره امي ولا اجيب سيره امك. اديني 100,000 جنيه يا سيد، واوعدك ما تشوفش وش امي ده تاني. تجننت يا ابني، اجيبهم لك من ايه؟ عيب عليك يا سيد، والله عيب. انت مش شايف المكان اللي انت قاعد فيه يا سيد؟ المكان ده بيترمى الفلوس فيه بالملايين، وانت مش هتغلب، ده انت ايدك تتلف في حرير يا سيد. شش، وطي صوتك، تجننت. حلو قوي، طالما خايف من الفضيحة يبقى احنا كده اتفقنا. هسيبك تقعد مع نفسك شوية وتشوف هتلم الفلوس في قد ايه، ودي هتبقى مهلة هتديها لنفسك بنفسك. بعدها تاخدها من قصيره وتيجي تسلم لنفسك. وبقى سلمنا على نفسك كتير يا سيد. السلام. الله يسلمك يا عرب، ولو ان انا عارف انها مش من قلبك، يبقى سلمنا على نفسك كتير. ألوهاتك بقى. برضه سبت وامشي؟ بس على فكره لذيذ قوي قريبك ده. فيه يا بشير؟ لو عاجبك الدكش اول افهولك يا اخي. اول مره اشوف واحد دم الدكش عاجبه. ده انت عجيب. مش كلوش متخانقين على ورث عشان كده قافل منه؟ معلش يا خالتي خليكي جنبها، هوصل المستشفى اللي جنبنا اجيب دكتور يشوفها. ها مش هتاخر. روح يا ابن الناس لبعضيها، ربنا يطمنك عليها. ربنا يطمنك يامه. يا دي الليلة السودة. نعم انت كمان خير؟ عاوزك ضروري، ممكن؟ يا بنتي يا بنتي عايز ارتاح، وانا مش مكتوب لي ارتاح الليلة دي. هو انت اللي بتعاملني كده يا سيد؟ يا ست انجزي انجزي. نعم عايزة ايه دلوقتي؟ انا عرفت مكان الملفات القديمة للناس اللي كانت شغالة هنا زمان، واللي ممكن الاقي فيهم ملف عجن. بركة ازغرط لك؟ لا عايزك تساعدني، ندخل مكتب مدير شؤون العاملين ندور فيه على ملف عجن. ما تروحي لوحدك وانت نوخة. يلا يلا بلاش دلع. يا سيد يا سيد، ما احنا مش هنروح بالنهار، هنروح بالليل. جرابت بت بت و60 بت كمان. بقول لك ايه، شغل الافلام اللي هيوديكي في 60 داهيه ده مش هياكل معايا. كفايه المره اللي فاتت لحقتك قبل ما ترتك بجنيه في البيت ده. يعني انت توريني السكه يا سيد وسيبني امشي فيها لوحدي؟ يرضيك وانت نوخه؟ ما تروحي، كان ربنا يسخر لك ناس ولاد حلال يدلوكي على الطريق بدل سكتك العوجه دي. انا طريقي عوج يا سيد؟ ربنا يسامحك. هيسامحني هيسامحني ويغفر لي باللي بشوفه معاكم في الدنيا. صباح الخير يا سماح. صباح الخير يا سماح. صباح الخير يا سماح. الو. ايوه يا علي، انت اتجننت تكلمني على النمره دي؟ امك في حاله خطره يا نجوى، مودينها المستشفى. بكلمك من عربيه الاسعاف. ايه ايه اللي انت بتقوله ده؟ جالها غيبوبه السكر والدكتور مش مطمن. اتصرفي بقى وانزلي باي طريقه. طب اقفل انت بس دلوقتي وانا هتصرف. ايه فاضل 6 ساعات على ميعاد الطيارة، هننزل ازاي بس؟ مش هسامح نفسي يا سيد لو جرى لها حاجة وأنا بعيد عنها، اتصرف يا سيد. حتى السواق مش هينفع ناخده، هيكتشف إن إحنا رايحين لأمك المستشفى. بقول لك أمي بتموت، اتصرف يا سيد. طب تعالي، هجيب مفاتيح العربية وأسوق بنفسي، ربنا يستر. يا رب.
لك يا بيبي؟ قوم ولع لك حجرين. وانا متجوز سابي غرزة؟ نام يا مهجة، نام يا مهجة، الله لا يسيئك، انا مش ناقصك. مالك بس يا سيد الرجالة؟ يبقى هو مشغل بخور، دي اكيد عكوسات. ده اكيد غباوات مش عكوسات. ايه دخل العكوسات باللي انا فيه؟ طب ما تقول لي مالك، يمكن اشور عليك. العملية اللي بتيجي كل 10 سنين مرة هتبوظ مني بسبب الندالة وقلة الاصل. حسونا بيصطاد في الماء العكرة وعايز يهبر على الجاهز. وابو اليزيد عامل لي فيها خضرة الشريفة. وسالم بيه في عرض البحر ومش عارف اوصله. والمكسب اللي هيجيلي من العملية دي يا مهجة هيغطيني شقة ومخاطرة سنين طويلة. طب بتكلم الباشا الكبير. جمال السكري؟ او ماله؟ ده راجل ايده طايلة ومش هيغلب انه يساعدك. تفتكري؟ اديك بتعمل اللي عليك، ولو اني يا بيبي انت اللي غلطان، ياما قلت لك شيل سيولة، شيل سيولة، مفيش فايدة. سيولة ايه يا مهجة؟ دي عملية ب 300 مليون جنيه. ايوه يا علي، ثواني اكون قدامك. انا هركن وحصلك على طول. يا ولاد مش دي نجوى برضو؟ هي مش دي اللي ماتت؟ وايه النظافه والشياكه اللي عليها دي؟ ايه يا علي؟ خلاص؟ امي ماتت؟ امي فين يا علي؟ امي فين؟ عايزه امي. استهدي بالله يا بنتي. مش قادرة توقف على رجليك. بقول لك عايزة اشوفها.